نحن المستقبل يا صديقي، عليك أن تصدق أو عليك أن لا تصدق، ولكن انظر حولك لترى أندية كانت في الماضي عريقة كأرسنال مثلا، ماذا رأيت منه الليلة؟ لم ترى منه أي شيء، لقد اعتاد الخسارة لأنه لا يملك منظومة ناجحة. نعم يا صديقي، الماضي والتاريخ وعرق الماضي مهمين جدا في كرة القدم، ولكنهم حتما سينتهون، حتما سيأتي مستقبل، وحتما سيأتي حاضر لمائد المستقبل. من لم يرى أن مانشستر سيتي هو مستقبل الكرة الإنجليزية فهو يمتلك مشاكل كثيرة جدا. نعم ولقد خسرنا هذا الموسم، احنا اتحط علينا الموسم ده يا اسطى وخسرنا الدوري. نعم لدينا مشاكل في دوري ابطال اوروبا، هل سنتأهل الموسم القادم ام لا؟ ولكن بعون الله سنقضي على كل كبار انجلترا السنة القادمة بإذن الله يا صديقي. عليك ان تحترم هذا الرأي، وممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب قبل ما نبدأ الفيديو، يعني مش عيب حتى. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوك اسلام حنفي ودي قناتي على يوتيوب، ومش تخسر حاجه لو دعمتني او بلا بلا بلا. عايز اكلمك النهارده على مباريات الدوري الانجليزي. يا اسطى يا خانا، الدوري الانجليزي رجع، واول عوده هي ماتش مانشستر سيتي وارسنال اللي كان متاجل من الجوله اللي مش عارف كام، علشان احنا خلاص يابا احنا نسينا الكلام ده، بقى لنا فتره طويله ما بنتفرجش على دوري انجليزي. كنا مستنيين نشوف هل الريتم هيتاثر بالكورونا ولا مش هيتاثر، هيتاثر بغياب 3 شهور او لا. اول 5 دقايق قلنا الله ده الانجليز دول الريتم بتاعهم ثابت ولا ايه الدنيا بالنسبه لهم. بعد اول ربع ساعه لقينا ان الريتم بدا يقع تدريجيا. ما كناش مستنيين نتفرج على ارسنال ونشوف ارسنال هيعمل ايه، لان ارسنال بيعاني بقاله فتره طويله جدا، بيعاني في كميه لعيبه فاشله مع مدربين عندهم مشاكل كتير، ومدربين عندهم مشاكل كتير، دول بيكونوا هم ضحيه المنظومه لان ما حدش مستعد يغير لعيبه كتير جدا، كلهم بيغيروا مدرب. لما جاب مدرب شاب زي ميكيل ارتيتا انا كان عندي اعتراض على مايكل ارتيتا نفسه كمدرب. ازاي تضحي بالكارير بتاعك مع فرقه زي ارسنال؟ مع احترامي لارسنال وتاريخ ارسنال وعركه ارسنال، بس ارسنال الحالي منظومه ما تبشرش بالخير، منظومه ما فيهاش نجاح خالص. يعني السنه اللي فاتت كان في كلام على ان هم هيضموا دافيد لويس، وكان كلام غريب وضموا دافيد لويس، والسنه دي هيبيعوا دافيد لويس، والسنه الجايه كان في كلام برضه على ان هم عايزين يجيبوا تياجو سيلفا والكلام ده. النهارده الراجل بصراحه بيقرر ان هو يبدا بالتشكيله المتاحه والناس اللي كان بيتمناها جمهور ارسنال في الملعب. يعني مثلا ما تقوليش انك ما كنتش بتتمنى انك تشوف كيرن تيرني اساسي، كنت بتتمنى انك تشوف بابلو ماري اساسي في الشق الدفاعي، ما كنتش بتتمنى انك تشوف نيكيتيه وساكا واوبا بيلعبوا مع بعض في ثلاثي هجومي. بس الكلام ده ممكن ياكل عيش مع انديه نص الجدول، انما مع السيتي هتلاقي ان مفيش منافسه، هتلاقي انك بعيد تماما. حتى لو السيتي برضه لسه راجع من اجازه ولسه راجع من كل حاجه، بس هتلاقي ان في توب ليفل وفي انت مستوى تحت، يعني اللعيبه بتاعتك امكانياتها سيئه جدا مقارنه بلعيبه مانشستر سيتي. اما مقارنه باللعيبه العاديه فهم لعيبه جيدين لا اكثر، وده اللي كان مخلي ان في مشكله كبيره جدا في بدايه المباراه. الراجل النهارده بيبدا بالاربعه 4-3-2-1، هو ميكيل ارتيتا شايف ان هو بيلعب مانشستر سيتي الموضوع كله في الاربعه 4-3-3 بتاع بيب جوارديولا هي في نص الملعب. لو انا سيطرت على نص الملعب قدام السيتي انا هعرف اتعامل كويس جدا مع السيتي. هل هو سيطر على نص الملعب؟ هو ملحقش. لان هو فجاه كده لقى ان جرانيت تشاكا مسك رجله بعد اول دقيقتين علشان خاطر رجله اتلوت، فبقى مضطر ان هو يغيره وينزل داني سوبايس بالتسريحه بتاعته بمقارنته بأوزيل. لقيت ان داني سوبايس نزل برده رتم بطيء زي ما هو. دي بروين كان بيتحضر بقى، يعني كان بيتلمس، احنا رجعنا نشاط بجد ولا بنهرج يا جماعه؟ لما كيفن دي بروين قعد اول ربع ساعه يعمل باصات غلط والكلام ده قلت الواد ده بيحضر حاجه. كيفن دي بروين بيعسعس على ان هو عايز يرجع لمستواه، ولقيت دي بروين بعدها بسم الله ما شاء الله تنين يابا وانطلق علينا في الملعب. غير ان رياض محرز برده يعني الراجل ليه لمسته وليه جمالياته اللي موجوده في الملعب، وبرده رحيم ستيرلينج مهما اختلفنا على الكور اللي بيضيعها وحركه الدم والشل اللي بيجيبه لنا، بس عادي يعني الراجل برده بيعرف يخلص ماتشات. احيانا نص الملعب كان فيه ثلاثه كل مومنتم انت سيطر على الكوره، والكوره لازم تكون في رجلينا، والا ما كانش كاي جاندوجان كان بيلعب من اول المباراه بوكس تو بوكس هو وجنبه ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين، ثلاثه ما فيش ديفندر ولا حد بيلعب بدور ديفندر جوه الملعب، علشان احنا المهم ان احنا نسيطر على الكوره علشان خاطر ارسنال اسلوبه قريب لاسلوبنا نوعا ما، بيحبوا يمسكوا كوره كتير، فانا نزل ناس في نص الملعب هتعرف تتحكم في الكوره اكتر وقت ممكن، وده اللي حصل فعلا. غير طبعا الاصابات، لا الاصابات فرقت نوعا ما مع ميكيل ارتيتا، خصوصا يعني لما اضطر ان هو ينزل ديفيد لويس. اول ما اضطر ان هو ينزل ديفيد لويس سيبك من 4-3-2-1 وسيبك من الكلام ده، هي خلصت يابا، ديفيد لويس وجنبه شكور ده مصطفي خلاص يابا، هي خلصناها فنيات وخلصناها كل حاجه كده كده. ديفيد لويس جاي يعني غلطاته جايه، حتى لو اي حاجه هتلاقيه غلط كده وربنا كرمه وساعدنا لوجه الله. وفعلا كوره كيفن دي بروين بيلعبها ثرو، بس كانت مش مظبوطه قوي لرحيم ستيرلينج، ده قبلها رحيم برده كان مضيع واحده غريبه اللي هو حب يعمل تشيب ما اتعملتش،
بس عادي يعني، ديفيد لويس راجل محترم جاي يتصدلها بصدره وجت في ركبته، ما تعرفش ازاي سبحان الله. بعد كده جت له رحيم، رحيم جاب الهدف الاول. بعد الهدف الاول خلاص يا انت عايز ايه؟ عايز ايه بجد يعني؟ عايز اشوف ان جوزيف ولوك، وعايز اشوف كمان ان نيكيتي وساكا اللي هم اول مره يلعبوا في مباراه كبيره قدام مانشستر سيتي ولسه راجعين من الدوري. مستني ايه بجد والله يعني؟ مستني ان ارسنال يضيع؟ لا، ما انا عايز اقول لك ان ارسنال كل اللي شاطه شاط شوطين بس من اول الماتش لحد الدقيقه 95، لحد ما اخيرا ادرسون بل اتجونت وصد كوره يعني. اخيرا ادرسون صد كوره في الدقيقه 95. ادرسون برضو الراجل بالامانه لسه بيلعب نفس اللعبه الطويله اللي بيستلمها رياض محرز، ومحرز اول واحد راح بيها انفراد بس ما عرفش يستلمها. محرز فعلا ما عرفش يعمل كنترول على الكوره، بس الكوره الثانيه رياض محرز بيدخلها جوه الملعب. هو بص، الكره الثانيه دخلت جوه الملعب، بياخدها رياض محرز وينطلق، وكالعاده ديفيد لويس والله ما يسيبها غير لما تعمل ضربه جزاء، وديفيد لويس بيطرد والماتش يبقى 2-0 خلصان اكلينيكيا. ولاعيبه السيتي بيحاولوا ان هم نحاول نجيب الثالث والرابع علشان خاطر نمشي الكره بالنسبه لنا ونشوف عوده حميده وهنعمل ايه. والناحيه الثانيه برضو بلاقي ان ارتيتا نفس النسق، هو يا جماعه مش هنرجع ندافع، يا جماعه هننزل ببيرل ان يلعب مكان ديفيد لويز، ويلا يا جماعه انا هنزل لكم ميدلاند نايلز. وبصوا بقى هي كده كده خربت يعني. نيلسون هينزل مكان جوزيف ويلوك اللي بقى له 66 دقيقه في الملعب، مليار علامه استفهام ازاي لاعب زي ده يفضل 66 دقيقه في الملعب، بس ما عنديش غيره يا باشا والله، لو عندي غيره كنت مش هديهولك. وبعد كده راح مغير كمان نيكيتي ومنزل مكانه لاكازيت اللي كالعاده معروف ان هو ماشي. بص، ارسنال في مشاكل كتير قوي، بس العيب في المنظومه. ما تدورش على ان انت تلبس كل حاجه لميكيل ارتيتا، لانك لو جبت اعظم مدير فني في العالم مع التركيبه اللي موجوده جوه ارسنال دلوقتي، صعب ان هو يعمل لك فيها فريق ياخد رابعه او ياخد خامس او سادس علشان خاطر يوصل لبطولات اوروبا. الفرقه محتاجه تطوير يا صديقي، ومحتاجه حاجات كتيره قوي تحصل. اما السيتي فكده كده الدوري خلاص احنا بايعينه وخلاص يعني، دبرنا رمينا الحمول على الله، وبندور على ان احنا يا جماعه عايزين ناخد مركز تاني، ونشوف هنعمل ايه في القضيه بتاعت اوروبا، وهنوصل دوري ابطال اوروبا ولا لا. ماتش النهارده ارسنال ظهر بمظهر كارثي محتاج تبص عليه من بعيد. هل الفرقه دي ده حصل بسبب الاصابات، ولا ده حصل بسبب ده مستوى الفرقه الطبيعي؟ بس مش عايز اقول لك ان هو مش بسبب السبب الاول، هو فعلا بسبب السبب الثاني اللي هو ده مستوى الفرقه الطبيعي، ودي المشاكل اللي بتعاني منها ارسنال، واللي هيفضل يعاني منها ارسنال طول ما هو مش عايز يغير جده. ارسنال طول ما هو مقتنع ان اللعيبه اللي معاه دي مستعده تعمل حاجه، ولو جبنا لهم اي مدرب هيوصل بيهم لاماكن بعيده، فالله يكون في عونك يا صديقي على انت تتحمله. اما جمهورنا يا اسطى ورياض الله يبارك له عمل اسيست والحمد لله، ورحيم ستيرلينج الراجل كان ناوي يعمل اسيستين، ولو انت واخده في الفانتازي هتلاقي ان ربنا كرمك بيه. ومبروك يا اسطى، الف مبروك على عوده الدوري الانجليزي.